أستغل وجودكم أيها المؤمنون المخلصون لدينكم وعقيدتكم ومرجعكم وعراقكم لأبعث رسالتي هذه إلى من يهمه الأمر، حيث أننا في مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقا ولم يفلحوا. إنهم يعدون الشعب بأن تكون حكومتهم مقبلة ليست كسابقاتها، فأقول إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. إنني لست ناطقا باسم المرجعية، لكن كلنا يعلم أن المرجعية قد أغلقت بابها أمام جميع السياسيين. بلا استثناء، وهذه سبة بالنسبة لسياسيي الشيعة بالخصوص. لذا أطالبهم بطلب العفو منها، من المرجعية، بعد التوبة أمام الله. لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة. لذا عليهم أجمع التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل، وإن عاد المحتل عدنا أجمع. باسمي واسم الحشد الشعبي نشكر أهالي المناطق المحررة في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة أن رضوا بنا محررين، ولولا تعاونهم لما حررت الأراضي المغتصبة، فلا منة للحشد عليهم. ومن هنا وحفاظا على سمعة الحشد الشعبي، يجب إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة، والاعتناء بالمجاهدين منهم، والاهتمام بأحوالهم وأداء حقوقهم، وعدم تفرقتهم عن القيادات في الامتيازات، وترك المحسوبيات، وإبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية، وعدم زجه بحروب طائفية أو خارجية، وإبعاد الحشد عن السياسة والتجارة حباً وحفاظاً على سمعة الجهاد والمجاهدين. كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب، وأردفناها بالشلع قلع، فلا تعيد المجرب فإنه سيستمر بغيه. فلا نريد أن تعاد المأساة القديمة ويباع الوطن وتتكرر سبايكر والصقلاوية وغيرها كثير من صفقات مشبوهة ورضوخ للغرب أو الشرق واستمرار معاناة الشعب. جيش العراق وشرطته يجب أن تحترم ويحقن ويحفظ دمها، ووقف الاعتداء عليها من الميليشيات أو حتى ممن يدعي الثورة، ويجب أن يكون المقدم على باقي التشكيلات، وإبعاده عن المحتل والتدخلات الخارجية. فقوتهم قوة للعراق وشعبه. الاعتناء بأهالي المناطق المحررة وإبعاد الميليشيات عنها والتجار الفاسدين، ولتبنى بأيادي أهلها فهم أولى بها،
بل وعدم التغافل عن مناطق الوسط والجنوب الذي يعاني الأمرين بسبب نقص الخدمات